مجلس النواب النهارده وافق نهائيا على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية، يعني اللي هيحتكر سلعة استراتيجية زي الرز، زي الزيت، زي اللبن، زي السكر، هيحصل له ايه؟ هيكون مهدد بالحبس والغرامة. الغرامة بتصل ل3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حال العودة لتصل ل6 ملايين جنيه، وإغلاق لمدة 6 شهور، والحبس من 6 شهور ل3 سنين. هذا تشديد مهم جدا وضروري علشان التجار اللي بيمصوا دم الناس، اللي ما بيرعوش ربنا، دول يستحقوا كل عقاب. وانا سعيد جدا بتشديد العقوبات، لان احنا في مرحله ان وقفناش كلنا جنب بعض يبقى مش هنعيش، ولن اعيش هانئا وعندي اخويا فقير مش قادر يعيش. على العموم معايا السيد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنه التشريعيه بالبرلمان. اهلا وسهلا سياده النائب. انا خير بإذن حضرتك. اهلا فندم، ازي حضرتك وحضرتك بخير. سياده النائب، ايه هي التعديلات بشان مشروع قانون حمايه المستهلك اللي قدمتها الحكومه ووافقتم عليها اليوم في البرلمان؟ وطبعا القانون موجود قديم، لكن هو تم تغليظ العقوبه، لان احنا للاسف الشديد في الحقبه الاخيره سنتين الماضيين فوجئنا بان في ظاهره للاسف الشديد بدا ينتهكها بعض التجار الجشعين وبعض محتكر السلع. يعني انه عايز يبقى سري بسرعه، انه عايز كذا، وده مخالف لعادات وتقاليد كثيره جدا ومبادئ حتى وشرف مهنه التجاره، و كل هذه العادات حتى والتقاليد اللي احنا كنا يعني تربينا عليها في 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 في, في المجتمع المصري والقيم المصريه. للاسف الشديد كانت القوانين الموجوده ان انت بتروح بتعمل لك محضر 10,000 جنيه والسلعه بعد شويه ترجع، المحامي يقدم طلبات وترجع. لكن احنا لما قدمنا تغليظ العقوبه، ويمكن انا بطالب الجهات تنفيذ القرارات او القوانين، ده بقى قانون خلاص ينفذوه بقى، يعني قيمه وفلسفه القانون في تنفيذه على الارض. جهاز حمايه المستهلك لابد ان يكون له دور كبير جدا في هذه العمليه لضبط الاسواق والضرب بايدي قويه. ايضا وزاره التموين ووزاره الداخليه متمثله في بحث التموين. لان عشان القانون يعني حتى هو شعور المواطن بان في هناك ضربات لهؤلاء التجار الجشعه، وان يكون في امثله هيظبط السوق طبعا. على فكره في سلع كثيره جدا 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 احنا بننتجها وعندنا اكتفاء ذاتي، وما انتش لاقي مبرر لاختفائها. زي السكر، احنا بننتج تقريبا حوالي 82% من السكر، سواء بنجر السكر، وعندنا يعني احتمال خلال السنه القادمه واللي بعدها ان يكون عندنا اكتفاء ذاتي كامل من السكر. احنا بنتج الرز، ودي الازمه، دي الازمه الكبيره. ده الغريب، احنا عندنا فائض في الرز حوالي 3. احنا كنا بنصدر. حضرتك انت عندك فائض من الاستهلاك، حضرتك معرفش يعني ايه الحسبه او ايه الحكمه في هذا الكلام. عندنا برضو مصادر النهارده في اللحوم، موجود في لحوم عندنا بشكل كبير جدا، موجوده متوفره، وفي البيض، وفي احنا عندنا. لا بس هي الاعلاف مثلا في اللحوم، هنفهم ان الاعلاف لها دور، لان الاعلاف بتستورد فلها دور بلا شك. هي منظومه مغلقه كلها. يعني منظومه بتدور، لكن في النهايه احنا ما شفناش الجشع، في ظاهرة الجشع المنتشرة في المرحلة الأخيرة. أنا يمكن بقول لحضرتك وكل السادة الإعلاميين أن يبرزوا هذا القانون من خلال وسائل الإعلام، من خلال البرامج المحترمة، على أساس حتى يكون في توعية للناس، وأيضا يكون في يعرفوا أن في ردع وفي قوانين مغلظة، لأن دي أصبحت جريمة وجناية. ويحكم عليها القانون بالحبس والغرامه والغلق، يعني هو 3-4 وسائل في. سياده النائب، امتى هيبتدي تطبيق القانون؟ فور التصديق عليه، تم التصديق عليه، سوف يتم خلاص، واصبح حيز تنفيذ حاليا. لانه تم التصديق عليه، نتمنى ان شاء الله نشوف الجهات المعنيه بتنفيذ هذا القانون انها تدي يعني ضربات استباقيه، و على الرغم ان احنا داخلين ان شاء الله يعني مقبلين على شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضرتك طيب. في بعض الناس بتحاول تحتجز بعض السلع وبعض الوسائل، السلع اللي
تحقيق مكاسب في رمضان، وبؤكد ان هذه ظاهره جديده على الشعب المصري. نتمنى وان شاء الله كل الاجهزه المعنيه تقدر تحاصر هؤلاء وتوفر السلع للناس، لان الناس يعني جابت اخرها، فلازم يبقى في تحرك شديد من كل الاجهزه. اخر بين انتوا تعملوا حلقه توضحوا للناس تنزلوا الشارع والتجار والاسواق على اساس ان احنا لهذا المشروع، انه يبدا الناس تحس ان في مشروع كذا كذا، حتى يكون في نوع أيوة من بس انت بتكلم الناس، هي الناس ذنبها ايه؟ هنقول لها ايه؟ الناس عايزه تنزل تلاقي السلع. ننزل اسواق، لا ننزل اسواق التجار، نعمل زي حوار في مع التجار، نفهمهم ان ممكن يكون التاجر ما عندوش الخلفيه ان في قانون صادر يعني ده دور الاعلام، يعني اعتقد ده ممكن يكون ليه صدى ايجابي في ان احنا نوعي الناس. احنا نتمنى كمان ان كل اللي يتقبض عليهم بس يدونا معلومات واحنا نعلن عنهم. أيوة. نجرسهم يعني. بالظبط، ده مهم جدا، زي الراجل احتكر البصل ده. أيوة. الاف الاطنان من البصل، على الرغم احتكاره للبصل، وان الجيزه ليست محافظه منتجه للبصل على فكره. نعم. الراجل جاب جمعه من مصر كلها، ونقلوا من الدقهليه، وجابوا من البحيره، من المنوفيه، وجابوا من الشرقيه، وخزنوا عنده، خزنوا في الجيزه. يعني انا مش عارف ازاي الدنيا ماشيه. الفلوس جننت الناس. سياده النائب بشكرك جدا، السيد النائب سليمان وهدان عضو اللجنه التشريعيه بالبرلمان.